إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن
عليه وسلم سأل الله دعا. وأريد أن أوضح هذا الحديث، فربما استمع إليه البعض وربما فهم فهما، فالحديث نصه هو حديث طويل، لكن نأخذ منه الجزء الذي يهمنا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: سألت ربي، سأله ثلاث مسائل فأعطاه اثنتان ومنعه واحد. سأل الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، يعني ما يصيبها قحط عام ولا جوع ولا فقر كلكم، فأعطاه والحمد لله. وسألت الله ألا يسلط عليهم عدوا من غيره فيستبيح بيضته، يتسلط عليهم ويأخذ ما بأيديهم، عدوا من غيره عن غير المسلمين، فأعطاه. لكن تكملة الدعوة هو المهم. قال: سألت الله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتكم أو بيضته حتى في سبب مشروع، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني معنى الكلام إيش؟ معنى الكلام إذا سلط المسلمون بعضهم على بعض فقتل بعضهم بعض كما نشاهد، ويسفي بعضهم بعض ويزج في السجون، يسلط عليهم عدوا من غيره. الموضوع مو مفتوح كده انه ما يسلط عليهم عدوا من غيره فيستجيب بيضه، لا، حتى يقتل بعضهم بعض ويسفي بعضهم بعض، هنا يتسلط العدو فيقتل. وضحت الصوره؟ هذه الدعوه الثانيه. والدعوة الثالثة قال: ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعني ذلك، يعني ممكن يقتل المسلمين بعضهم بعض ويكون بأسهم بينهم شديد. كما بنشوف حاكم مسلم يخرج على بلديته يتعصب في الدبابة ويقتلهم في الشوارع ويهدم عليهم بيوتهم، فإذا حصل القتل بين المسلمين من بعضهم البعض وسمى بعضهم البعض وسجن بعضهم البعض تدخل العدو، فإذا تدخل العدو هذا أمر. الأمر الثاني قضية الرزق محسومة في السماء، والله لا يستطيع حاكم بسلطانه وقوته أن يمنع عنك حبة من قمح أرادها الله لك، كن على يقين. وحين يحصل مثل ذلك فالله يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ينبغي علينا أن يكون في داخلنا يقين قوي وعزم ثابت لا يتدحرج ولا يتبدل ولا يتغير بمر الظروف، فالله هو الرزاق. أحد الأصدقاء يحدثني عن صديق له وكلاهما شوف اليقين، اليقين بالله وهو في عمر السابع من عمره أصابه رمل
فوضعوا له الله الاول بالبركه كما يقال، ها؟ وضعوا له كحول اثمن، ولكن قالوا له اخلط مع الاثمن باروت. باروت حق البندقيه، ها؟ اخلط مع الكحول والاثمن باروت يروح البركه. فوضعوا له تلك الوصفه فانحرقت الشبكه التي في عينيه وذهب بصره. فذهب الى المستشفيات، هذا قديم في عهد الملك فيصل رحمه الله، فذهب الى المستشفيات فلم يجد. فتقدم للملك فيصل رحمه الله يطلب علاجا من خالد، فوجه الى دولتين قريبة من الخليج ليعالج فيها. فالدولة الأولى قالت ما في علاج، ثم رجع مرة ثانية فكتب لولي الأمر فأعطاه فرصة، فسافر إلى تلك البلاد فلم يجد علاج فرجع. ثم تقدم مرة ثالثة مصر، عنده يقين بالله أن بصره كان موجود والله قادر أن يرى. فتقدم مرة ثالثة فكتب الملك فيصل رحمه الله لوزير الصحة، قال له أفدنا عن هذا. قال أرسلناه مرة أولى وأرسلناه مرة ثانية والطب يقول ما في. الطب يقول، لكن الله في الأصل هو الذي يقول. فتقدم مرة ثالثة واسترحم واسترحم فأرسلوه إلى إسبانيا، وكانت ولا تزال أعظم مستشفى عيون في أسبانيا. فذهب إلى أسبانيا فأجرى له عملية أولى وعملية ثانية ما نجح، وهو مصر إلا أن يرجع بصره بإذن الله، ووالده مصر إلا أن يرجع بصره بإذن الله. فجاء ذلك الطبيب الغير مصر، قال له بقي لنا حلوى نخلع ضرساني، ضرس وضرس من الناحية اليمنى وضرس وضرس من الناحية اليسرى، ثم نأخذ يعني العصب ثم نضعه في عينك، لأنه كل ما زرعوه من جسم غير جسمه ما يقبل، تفشل العملية. فألهم الله الطبيب هذا فخلع درسين من هنا ودرسان من هنا، واخذ العصب ووضعه في عينه واجرى له العمليه، ووضع قطن على عينه. وفي اليوم الثاني ياتي الطبيب ليكشف عن عينيه، واذا به يبصر باذن الله. من الذي رد عليه بصره؟ الطب؟ الاطباء؟ لا والله، الله وحده. إنه لم يستغف بولي ولا بنبي ولم يطلب أحد، إنما طلب الله ولجأ إلى الله فأعطاه الله. حضرتكم سألني في الحج عن رجل كان مقعدا، يعني هو وأخوه، هو وصديق له، متزوجين اثنين أخوات يعني عدلاء. فواحد منهم أصابه مرض فأقعد حتى لا يضرب لا بيد ولا برجل، 6 سنوات أو 7 سنوات وهو على هذا الحال. 6 سنوات أو 7 سنوات وهو لا يضرب بيد ولا برجل ولا يملك له عرق. قال الأطباء: ما عندنا علم ولا بصيرة في ذلك. وعديله الثاني لم يتزوج بالأخت الثانية يدب على الأرض دليلا. فقال: يا شيخ، هذا الرجل يعني مقعد، وعملنا له حجه بدل لانه ما يستطيع يثبت على الراحل. قلت له، قال: ولكن الان الوضع غير، قلت: ايش الوضع؟ قال: الرجل هذا الذي كان على الارض لا يبلغ له عرق، بقدر من الله اصبح يدب على الارض دبيبا.
وعديله الذي ماتت الأخت الثانية مضى إلى الله. يا سبحان الله، هذا الصحيح مضى إلى ربه، وذاك العديل قام من فراشه. من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ الله. نحن بحاجة إلى ثقة ويقين بالله. والله لو تنقلب الدنيا رأسا على عقب لا يخرج الله لك رزقك من الصخرة الصماء. كن على يقين يا عبد الله، كن على يقين. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. كل هذا الذي نحن فيه من الله، المال، الزوجة، الولد، كله من الله. يعطينا ما يشاء ويأخذ ما يشاء، يكثر ويكثر لنا الخير وينقص لنا الخير كما يشاء. نحن عبيد له، نعبده كما أمرنا، ونثق يقينا أنه سيرزقنا كما وعدنا. والله لا يخلف الميعاد. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى الرجوع إلى الله. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعود إلى الله ونرجع إلى الله. ففي الأثر القدسي: لو كانت له السماوات والأرض، العبد الذي يعتصم بالله، لو كانت له السماوات والأرض لجعلت له من بينها فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا من عندك. اللهم احفظنا بحفظك، واخلعنا بعنايتك ورعايتك. اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بإخوانهم المسلمين الذين يأتون إلى المساجد فيصلون فيزعجونا ويخ...
يخرب علينا صلاتنا ويشغلونا، هذا كله مضيعة للصلاة. فأين الذي يصلي؟ أين؟ وبعض السلف كان إذا وقف للصلاة يعني يأتي الذباب فيقول به ويقول به ولا يتحرك. أثر هذا عن بعض السلف، فقيل له في ذلك قال: نصبر على جلد الولاة والأمراء ولا نصبر بين يدي الله. يعني ايش يعني وقع الذباب؟ خليها توقع، ما حتى ما يؤخرها، ها؟ ما يزيح الذباب، خليه حتى لا تشغله عن صلاته، هو مقبل على الله. فيسأل يقول: لما نجلد بالسياط عند الولاة والأمراء نصبر على ذلك، أفلا نصبر ونحن بين يدي الله؟ نصبر. فالذي يصلي صلاة صحيحة تأكد تماما أن الله كما وعد، والذي ينقص ينقص عليه، والذي يؤخر يؤخر الله عليه، وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم صلوا وسلموا على سيد الخلق محمد سيد ولد آدم، فإن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المحمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم امن بالشفاء العاجل لكل مريض من اخواننا المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه.